حكيم أكنوش، اللهم تقبل منا ومنكم، عيد مبارك سعيد علينا وعليك أختي حكيمة، بس منيتي يا ربي. أخت أسماء بطبيعة الحال راه أديت الصلاة ديالي عاد جيت لهذا المسجد هذا باش نوضح لكم الصورة ديال المصلين ونقل لكم بث مباشر ديال المصلين أثناء الخروج ديالهم بأجواء مفعمة بالروحانية، يعني بعد صلاة الفجر. نتمنى المتابعين الكرام انهم عيد مبارك سعيد عليكم باش ما تمنيتو يا ربي، ودخل عليكم بالصحة والسلامة باش ما تمنيتو. عيد مبارك سعيد. أخت أسماء تقبل الله أخي، حنا صلينا وجينا، تقبل الله أختي، عيد مبارك سعيد. مريم المحبة لله، سلام، صباح النور، سلام، صباح النور أختي مريم، عيد مبارك سعيد عليك. فكنتمنى من جميع متابعي هذا البث المباشر أنهم يشاركونا المدن ملي كيتبعوا هذا البث، وعيد مبارك سعيد عليكم يا ربي، وتحياتي لجميع متابعينا الكرام. محمد بوقب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مريم المحبة لله، الله يتقبل، اللهم آمين يا ربي، والله يتقبل لك حسنتي. الله يتقبل للجميع يا ربي، الله ييسر لكم أموركم. حكيم أكنوش من سالا، تحياتي للناس مدينة سالا، وعيد مبارك سعيد عليكم يا ربي. رشيد جبار، الله يتقبل، اللهم آمين يا ربي، وتقبل جميع أم المسلمة يا رب. يعني في هذه اللحظات في هذا المسجد هذا اللي هو مسجد بن جدية، انتهاء صلاة الفجر. نعمان زكريا من صحراء من الصحراء، رجل أمن يحييكم، تحياتي الأخ نعمان زكريا، وتحياتي لرجال الأمن، وعيد مبارك سعيد. أسماء للي أي واحد يشوف هذا اللايف الله يعطيه من وخاطر، اللهم آمين يا ربي، الله يستر لك أمورك يا أسماء. أسماء عفوا، رشيد جبار معك من مدينة واتزم، تحياتي الناس مدينة واتزم. أحمد مهوس، تقبل الله منا ومنكم صالح أعمال، وكل عام وأنتم بخير، اللهم آمين يا ربي. زهرة الجنوب، امين يا رب العالمين. سعيد العيد اخويا، نهار السبت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف مشي معنا اللحظة ديال خروج المصلين؟ تقبل الله منا ومنهم ومن جميع الأمة الإسلامية. تحية الناس ديال قلعة مكونة، تحية الناس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الناس إسبانيا. لحظة الخروج المصلين، الله يتقبل لهم يا ربي بعد أداء صلاة الفجر.
يتقبل يا رب. اللهم تقبل. اللهم تقبل. كان مشاهدي الكرام عيد مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا كيف مشوا معنا هذه اللحظه ديال الخروج المصلي من مسجد بن جديه. تحياتي لكل متابعي قناه الشعب، قناه شوف تيفي، محمد دهوز من مدينه تيزنيت تحياتي ليك، وتحيه الناس من مدينه تيزنيت. تحياتي ساره من مدينه تيزنيت ايضا تحياتي لكم. مشاهدينا الكرام غادي نودعكم على امان، نتلاقاكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء.